بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مسألة نمبر 12. EB is a non-uniform rod of length 30, weight 500. Non-uniform weight ما نعرفش منين. Fixed at two ends A and B. To make the center of gravity of the system at the midpoint of the rod. ماشي. عندنا رود اسمه EB. ويته ما نعرفش منين. Non-uniform rod of length 30. Weight 500. Two weights 100 and 200 at fixed at the two ends A and B. هنا الراجل هيحط weight 100. والويت ب 200. السي جي بتاع المسألة كلها بقى في الميد بوينت، هو اللي قال كده. هنا نقطة الجرافيتي، ده 15 سنتيمتر وده 15 سنتيمتر. بس determine the center of gravity of the rod about ايه؟ على فكرة عايز the center of gravity of the rod، عايز السي جي بتاع الرد نفسه. دلوقتي ده السنتر اوف جرافيتي بتاع الثلاثه، بتاع ال 100 وال 200 ووزن الرد اللي هو 500، مش كده؟ وزن الرد اللي هو 500 يكون يا ترى الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ هيكون فين؟ المفروض يبقى هنا كده. سي جي بناحية انا ما اعرفش احطه في حته يا حبيبي. 500 تطلع زي ما تطلع. النقطه دي سميها اي حاجه. طبعا دي بقى كلها 15. والنقطة دي سميها ايه؟ خلاص وقفت على النقطة دي اسميها زي. بس هناخد من عند الـ AX و Y عادي. Points الماس والـ X و Y. نعتبر ده الـ Y axis مثلا وده الـ X axis. والأوزان كلها على الـ X. ايه المشكلة يعني؟ الـ Points عندنا E وعندنا C وعندنا بي. الاي عندها فيها 100 والسي عندها وزن الرد نفسه 500 وهنا البي عندها 200. نقطة الاوريجين 0 0 ونقطة سي مشينا كام؟ مشينا اكس معرفش مش كده؟ وطلعنا 0. نقطة بي مشينا 30 وما طلعناش حاجة. جيب الاكس جي عادي خالص. ده في ده ب 0 بلس ده في ده ب 500 اكس ده في ده ب 6000 على مجموع الاوزان ده بلس ده بلس ده يبقى انا كام؟ 800. والله قال لك السي جي بتاع المساله اهو الاكس جي ب 15 مش كده؟ يبقى سواء ده ب 15 هتقول له سنس ان الاكس جي ب 15 هو اللي قال مش انا يبقى ده ب 15. ما تاخد 100 كومن فاكتور من فوق كده يبقى شكلها حلو. شيل ال 100 مع الزيرو اعملها كروس يبقى 5x بلس 60 واضرب ال 8 في 15 ب 120 خرج دي يبقى 5x ب 60 على 5 بx بكام؟ ب 12 سم. يبقى نقطة جي ما زي ما توقعت كانت الناحية دي. نقطة سي على يمين الاي بكام؟ ب 12 سم. ده يبقى ده السي جي بتاع الرود. بس نخش على المسألة نمبر 13. أكد بس التصوير ماشي كويس. EBC is a lamina in the form of an equilateral triangle. لامنة على شكل ترينجل equilateral EBC أو وزنها عنده نقطة تقاطع الميديانز. إما توزعه 1 1 راح. And M is the center of gravity. دي نقطة تقاطع الميديان واحد كده فيها حلوة أهو. طبعا دي ب 90 الحتة دي twice دي.
ده بيساوي ده. الترينجل اساسا ايكولاتر 30 و30 و60 و60، ادي ده نقطة ام، وزنه 3 كيلو، اهي ال 3 اهي. مش عاجباك وزعها 1 1 1 براحتنا، كل حاجة في ايدينا اهي. هيحط 2 من عند الايه؟ واتنين كمان من عند البي، ويحط 11 من عند السي. Prove that the center of gravity of the system lies at the midpoint of MC. عايز يثبت ان ايه بقى؟ ان السي جي بتاع السيستم بيعدي على النقطة اللي في النص، يعني حاجة احنا عادي بس. اشتغل على كده، تحب باخد لك اكس واي من خدها من هنا. حلوه النقطه دي، سميها ايه دي؟ ده الواي وده الاكس. اعتقد مش مدينا اللينث بتاع الترنج بتاع السايد، مش كده؟ افرض تو ال يا عم، يبقى الطول بتو ال يبقى ده بال وده بال وده بتو ال. خلي بالك بقى ده هيساوي كام بقى؟ 2 ال ساين 60، الانجل دي ب 60، يبقى ده بيساوي كام؟ اوبوزيت الانجل هايبوتنس في الساين، يبقى 2 ال ساين 60، يعني 2 ال في روت 3 على 2 يعني ب ال روت 3، كل ده ب ال روت 3، كل ده اهو ال روت 3. الحته دي ثيرد ده كله، يعني كام بقى؟ يعني ال روت 3 على 3 بس خلاص. عندنا الاوريجين يا جماعه دي، عندنا كم نقطة؟ 1 2 3 4. على فكرة أنت لو عايز تعمل حاجة حلوة ممكن أعمل إيه بقى؟ خلي بالك أنا ممكن أعمل حاجة حلوة، آخد الـ 2 دي مع الـ 2 دي مع 2 من هنا، وأحط الست دول في النص في السنتر عادي. آخد الـ 2 دي مع الـ 2 دي مع الـ 2 من هنا، اتفضل راحتك لأعملها. يبقى هتقول له كده إيكوال. حقك تعمل كده على فكرة لو انت عايز. هاخد ال 2 وال 2 و 2 يبقوا 6 مع ال 3 هيبقى فيه كام؟ 9. ده احنا كده نضرب السالب، ودي يبقى كام بقى؟ 9. لا 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 مش هكمل بقى المسافة. 9 و 9 18 لما يكون قوتنا قد بعض السي جي في النص اهو. واحد يقول لي اقول له ما تقولش حاجة. هتقول له اقول له بقى وي تيك ذا ويت ات اي، وي تيك ذا ويت ات اي اند ذا ويت ات بي اند تو فروم ذا ويت ات سي تو ميك ذا ويت ات ام ايكوال 9 ذن اند ذا ويت ات سي ايكوال 9. قول له كده او قول له ده ايكوال ده بس. بعد كده دول قوتين بيساووا بعض، مجموعهم هيكون فين؟ في النص. دي لو جت في امتحان تيجي تشوز، لو جت في امتحان اخر سنه تيجي تشوف، بحيث انك تعمل زي ما انت عايز وتختار. هيقول لك في الامتحان اسهل، ما تقعدش تكتب في الميث. هيقول لك بقى السي جي بتاع اللامنه دي اكت في الميد بوينت مثلا بتاع الام سي ولا مش عارف مين، هيقعد يلعب لك كده تختار. خلي بالك الحاجات دي اهي خلصت من غير ما نحل، هو ده حلها. طب لو كنا وزعنا الثلاثه كانت هتبقى 1 1 1، كانت هتبقى دي 3 ودي 3 ودي كام؟ 12. 3 والثلاثة دول يدوني 6، وحطها في النص يعني طبعا النص اللي هتبقى دي بقى. ولا في دول؟ 6 و12 مش كده؟ 6 و12. الفورس الأولى فورس كبير أرم صغير، فورس صغير أرم كبير. ده فورس صغير بأرم كبير، ده فورس كبير بأرم إيه؟ صغير، وبنفس الريشيو. الفورس دي نص دي، يبقى الأرم ده توايس ده. دي كده توايس دي، او ركز بقى دي هاف دي. طب ما هندسه الحته دي هاف دي مش كده ولا ايه؟ بص بص خليك ذكي، دي هاف دي. لو دي ب ال تبقى دي كام؟ 2 ال مش كده؟ كلها 3 ال، دي ثيرد، ده ثيرد 3 ال بكام؟ ب ال. الله، لما تكون دي ب ال ودي ب 2 ال يبقى الحته دي بكام؟ بال. الله الله، يبقى النقطة دي مالها ال، ويبقى النقطة دي مالها ميد بوينت للام سي. يعني كذا طريقة ممكن تحل. خش على 14.
سكوير دي لبنة اهي يا سيدي، وزنها 40 فريلي سسبندد فروم اي، اهو يا سيدي الايمسون طبعا لانه 40 فلس. طب اكمل الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. And a weight 10 is fixed at B. هيحط هنا 10 عند البي. هات ميجر الانجل بين الاي سي والفيرتيكال في حاله الاتزان. اولا الراجل قال طب وصل يا سيدي الدايجنالز، مش هنغلب حاجه لو وصلناها. لامينا يونيفور سكوير دي لامينا وزنها 40 اهو. النقطه دي وليكن ام. ناخد الاكس والواي من عند البي. البوينت هنقسم ده بتو ال، مش كده؟ يبقى هنا ال وتبقى دي بال برضه. البوينتس الماس الاكس والواي، عندنا نقطتين مفيش غيرهم في المساله. عندنا ايه؟ البي والام. عند البي 10 وعند الام 40. البي الاوريجن والام مشينا ال وطلعنا ال. الاكس جي ده في ده ب 0 40 ال على 50 يعني 4 ال على 5. الواي جي بسرعه بقى ده في ده ب 0 ده في ده 40 ال على 50 يعني 4 ال على 5. طبعا لما يكون عندك قوتين بس لازم ريزلتنت تكون على الخط ما بينهم. الجي هنا اهو الانجل دي ب 90 على فكره، الخط الواصل ده ده فيرتيكال، انا عايز الانجل دي بين الاي سي والفيرتيكال مش كده؟ طيب بص دي معانا ودي معانا صح؟ اه دي 4 ال على 5 ودي برضه 4 ال على كام؟ يبقى ده بيساوي كام؟ لما يكون دول قد بعض ده بيساوي اي واحد فيهم في روت 2 4 روت 2 ال على 5. من هنا لهنا بكام؟ خلي بالك السايد ب 2 ال، يبقى الدايجونال كله 2 ال روت 2 يتقسم بالتساوي، يبقى ال روت 2 وال روت 2 وال روت 2 وال روت 2، يبقى الحته دي بتساوي كام بقى؟ ال روت 2 ماينس ده يبقى تان ثيتا الاوبزيت ده اللي هو ايه بقى؟ كل ال ال روت 2 ماينس دي. تانها اوبوزيت على الادجيسنت اللي هو ال روت 2. اعمل فوق وتحت ديفايد او خد من فوق ال روت 2 كومن فاكتور. يبقى تان ثيتا 1 على 5. شفت التان تطلع زي ما هو عايز عندك. مساله 15 اخر مساله. مديني لمنة ريكتانجل اهي اي بي سي دي، الاي بي ب 12 والبي سي ب 16. الاي ذا بوينت اوف انترسكشن بتاع تو دايجونالز. الأربع مثلثات إيكوال يا جماعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. ترينجل إي إي دي، إي إي دي سيباريتد، يلا تشيل وفيكسد أباف ترينجل بي إي سي. بي إي سي فين بقى؟ بي إي سي تحط فوق ده، تشيل من هنا وتحط هنا. طيب هات السنتر أوف جرافيتي أوف ذا لامينا إن ذيس كيس. ما تشتغلش نيجاتيف ماس، اشتغلها عادي. كان عندك هنا بقى اربع مثلثات مش كده؟ كل واحد مسؤول ام. يبقى هنا ام في مركزه وهنا ام في مركزه، ودول بقى كام؟ 2 ام، دول مثلثين فوق بعضهم بس يعني. يلا يلا ايه ده؟ المعلم على دي
خط الواصل بينهم في سيمتريه يا جماعه، شيل دول وحطوا بين 2 ام في النص. على فكره ما تكملهاش، مش دي قد دي، بس وصل خط ما بينهم يبقى المحصله 4 ام وفي النص الحته دي كده قد دي. خلي بالكم لو انت وصلت من هنا لتحت دي ب 6، فدي كلها 6، دي كلها كام؟ 6. هنا 2 مش كده؟ ودي 4، دي قد دي يبقى 2 و2. على فكره المساله خلصت، السي جي كده تحت نقطه اي ب 2 سم بس. قال لك اتعلقت فريل منين؟ من عند السي. وصل السي بالنقطه دي. وصل بروم تاني. السي ده اتوصل بالسنتر اوف جرافيتي بتاع ال 4 ام. مش ال 4 ام كلهم اتمحوروا هنا؟ عايز بقى ده الفيرتيكال. عايز الانجل بين البي سي والفيرتيكال. ادي البي سي وادي الفيرتيكال هنسميها ثيتا. تانها 4 على 8، مش ده 16 يعني 8 و8. يبقى تانها 4 على 8 يبقى تانها باف. شكرا.